فإذا أردنا أن نقول السنة النبوية كيف تعامل السادة بني علوي معها، السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، والسادة بنو علوي يعتمدون السنة النبوية الصحيحة، غير أنهم ليس لهم كتاب في هذا المنوال، وإنما هم مقلدون. ماذا قال النووي؟ ماذا قال ابن حجر؟ ماذا قال الرملي؟ ماذا قال زكريا الأنصاري؟ ماذا قال المفتي فلان؟ وهل هذا الحديث مقبول عند أشياخنا أم مردود عند أشياخنا؟ ما علينا إلا التسليم والقبول. وهذا أمر مضى عليه الأوائل، ولكن في زمننا هذا نحتاج التجديد، فالتجديد أمر محمود وطيب، وليس في هذا تمرد أو استعلاء على الماضين. فنحن لا نعلو على شيوخنا ولا على ساداتنا العلماء، وإنما نستنطق ما كتبوا ونستنطق ما فهموا ونؤيده بما حصل اليوم من حداثة علمية. الآن نحن مع الفضيل الأستاذ الدكتور حبيب علوي بن حامد بن شهاب، سنبحث عن زيارته إلى إندونيسيا الآن، فنطلب منه أولا أن يعرف نفسه لو سمحتم يا سيدي. بارك الله فيكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته أجمعين. نشكر الرابطة العلوية لإتاحة هذه الفرصة للتعرف على أسباب زيارتنا إلى إندونيسيا. وقبل أن نتحدث عن هذا نعرف بأنفسنا. الحمد لله، أنا علوي ابن حامد ابن محمد ابن عبد الله ابن الإمام شهاب الدين، ولدت في تريم ونشأت بين أبوين كريمين، سيدي الوالد رحمه الله والوالدة التي تنتمي إلى السادة آل السقاف، ونشأت برعاية والدي محبا للعلم ومنفذا لأوامر والدي في الاستقامة فيما يرضي الله تبارك وتعالى، وقد علمت القرآن الكريم على أيدي المشايخ آل باغريب، ثم حفظت القرآن في قبة أبي مريم، ثم انتهينا إلى الدراسة في بيت شيخنا المربي العلامة الحبيب علي المشهور ابن الإمام محمد بن سالم بن حفيظ في بيته، نظرا لأن دور العلم في صبانة كانت في أيام الشيوعية مغلقة، فدرسنا في بيته كثيرا من الكتب، ثم فتح الرباط فقرانا على شيوخنا الشيخ محمد بن علي الخطيب والشيخ محمد بن علي بعوضان والشيخ فضل بن عبد الرحمن بافضل وغيرهم من شيوخنا، حتى يسر الله سبحانه وتعالى لنا إكمال ما أراد الله بكرمه أن نكرمه من الكتب. رحلنا في طلب العلم إلى صنعاء، أخذنا شهادة البكالوريوس، وبعد ذلك عيننا في جامعة حضرموت معيدا، ثم بعثت إلى الأردن لإكمال الماجستير، فأخذته من جامعة آل البيت بالأردن، وأخذت الدكتوراه أيضا من جامعة اليرموك. وكان عنوان أطروحتي للدكتوراه الحافظ أحمد بن صديق الغماري وجهوده في الحديث وعلومه. وقد يسر الله سبحانه وتعالى لنا أن نتعرف على أخيار هناك، ونظرا لوجود المكاتب الممتازة في الأردن يسر الله لنا كتابة بعض الكتب، لعل من أشهرها ترجمة الإمام علي العريضي وترجمة الإمام موسى الكاظم وترجمة الإمام أخوهم أسحاق المؤتمن، وكتبنا كتبا في الأنساب وكتبا في التاريخ وكتبا في الحديث، كتبنا 40 حديثا في الأدب النبوي، وشرحنا 40 النووية، وشرحنا البيقونية، وكتبنا السيرة النبوية في 20 كتيبا، أسمينا السلسلة الأولى غزوات الرسول من صحيح السنة، وأسمينا السلسلة الأخرى سلسلة اعرف نبيك وأصحابه،
أبدأ بالرسول قبل البعثة إلى آخر هذه السلسلة. كذلك حققنا مجموعة من الكتب العلمية التي يحتاج إليها الناس، منها كتاب فتح الملك العلي بصحة حديثه باب مدينة العلم علي، وقد طبع هذا الكتاب في اليمن وفي الأردن وفي لبنان، وطبعت كتبنا بالجملة في 18 دولة بفضل الله تبارك وتعالى. وسبب وجودنا في إندونيسيا، نحن حقيقة لا نعد أنفسنا غرباء عن إندونيسيا، لأن جدي مباشرة ولد في سورابايا فهو إندونيسي الأصل. كان جد أبي الحبيب عبد الله بن علي بن شهاب قد وصل إلى سورابايا وأقام بسورابايا في شبابه، وتزوج في سورابايا بامرأة أندونيسية تدعى سلمى عمر، وأنجب منها جدي محمد وإخوانه الأكبر، جدي علي وجدي أبو بكر وجدي محمد وجدي عبد الرحمن وجدي حسين وجدي عمر وأختيهما زينب ورقية. وخرج بعد ذلك إلى حضرموت بأولاده الذكور، وكلهم في حضرموت لهم نسل مبارك، باستثناء جدي عبد الرحمن عاد إلى إندونيسيا وتوفي في فلمان. وجودنا في إندونيسيا أولا لصلة الأرحام بيننا وبين أولاد عمومتنا من السادة بني علوي آل شهاب الدين بالخصوص، والسادة بنو علوي بالعموم، فنحن أسرة واحدة. هذا من جهة النسب. أما من الجهة الأكبر والأعم فهي نسب الإسلام، كما قال الشاعر: إذا انتسبوا أبي الإسلام لا أب لي سواه، أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا انتسبوا لقيس أو تميم. فنحن في إندونيسيا مسلمون، نتكلم مع المسلمين، كنا في جاكرتا أو كنا في كليمنتان أو كنا في سومطرة، كلهم مسلمون، ونحن نتحدث معهم في الإرشادات الدينية، خصوصا فيما يتعلق بعلم الحديث، بعلم الحديث الذي هو صلب تخصصنا. فنحاول أن نثير في المساجد وفي المعاهد وفي المنتديات وفي المجالس ترغيب المسلمين في هذا العلم، والتنبيه على جملة من الأحاديث الموضوعة، ونحث الناس لقراءة السنة النبوية الصحيحة حتى تصحح المفاهيم، ويحق الله الحق ويبطل الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وهذا لا يكون إلا بعلم ومعرفة، وقد يسر الله سبحانه وتعالى لنا ذلك، وأمرنا أشياخنا وعلى رأسهم شيخنا النسابة النحوي الحبيب عمر بن علوي الكاف، كان قد أذن لنا وأجازنا في الدعوة إلى الله والخروج لخطبة الجمعة ولتعليم الناس في حضرموت وفي غيرها حتى تعم المعارف الحقيقية أرجاء المعمورة. والحقيقة أن هذه المجالس المنتشرة في إندونيسيا كثيرا منها يهتمون بالأذكار والصلوات على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أمر محمود أن يكثر الذكر ويكثر الصلوات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أجمل منه أن يتحلى الحاضرون لتلك المجالس بالعودة إلى بيوتهم وإلى نسائهم وإلى أولادهم بمعارف علمية يزودون بها أنفسهم ويزينون بها بيوتهم وأولادهم وبناتهم. فالعلم فخر، كما قال الإمام علي: لا فخر إلا لأهل العلم. والحمد لله في إندونيسيا دعاة وعلماء وفقهاء، والإندونيسيون هم إسلاميون بطبعهم، وهم إسلاميون سلميون روحانيون، وما ذاك إلا بسبب دخول الإسلام إليهم عبر ساداتنا آل با علوي في القرون القديمة، فوصلهم الإسلام هاديا مطمئنا إيمانيا لا صداميا لا عدوانيا، فهم يعني يتوادعون ويحبون من يسكنون معهم إن كانوا مسلمين
صالحين أو كانوا مسلمين عاصين أو كانوا غير مسلمين، وهذا من حق أبناء البلد أن يعيشوا في أخوة ووئام وسلام بين المسلم والنصراني والبوذي، لأن هذه البلد الأرض لله يرثها من يشاء، فينبغي للمسلم أن يكون واسعا في طرحه وفي محبته لأهل لا إله إلا الله ولغيرهم، لأن الإسلام أمرنا بالمحبة وإيصال الكلمة إلى الآخرين بلطف، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا فرق بين المسلمين اليوم مهما اختلفت أفكارهم وتباينت آراؤهم، نحن من فضل الله عز وجل أهل حضرموت السادة بن علوي ننتمي إلى المذهب الشافعي في الفروع، وننتمي إلى المدرسة الأشعرية في العقيدة، لكن ليس من حقنا وليس من واجبنا أن نجبر الناس على ما نحن عليه، ولكن من حقنا أن نفتخر بأنفسنا وأن نتحدث مع الآخرين عن أدلتنا وعن عقيدتنا، ولا بد أن يكون المسلم واسعا فيسع صدره الآخرون حتى إذا اختلفت الأفكار، لكن بالحجة والدليل، كما قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأسلافنا، وسمعنا هذا من كثير من أشياخنا يرددون هذه الأبيات الرائعة، يقولون: لسنا وإن كرمت أحسابنا يوما على الأحساب نتكل، بل نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه. من عادتنا وعادات أسلافنا نحن نختم ونقرأ كتاب صحيح البخاري في كل شهر رجب. لو سمحتم يا سيدي، هل يمكنكم أن تشرحوا لنا كيف نشهد ونرغب في قراءة واستمرار عادة هذه إلى زماننا العصري؟ أولا، قد يفهم بعض الناس ممن لا يعرف المنهج الذي يمشي عليه ساداتنا آل بعلوي في حضرموت وفي غيرها من أقطار الأرض، أن عندنا تقرأ كتب السنة النبوية ليس فقط خلال شهر رجب، فأشهر مجلس علمي في تريم مدرسة الرباط الذي أسس منذ افتتاح الرباط أو بعد افتتاح الرباط ليكون منارا يقصده الخاص والعام، والمتفرغ للدراسة في الرباط وغير المتفرغ للدراسة في الرباط، ما يعرف بمدرسة الرباط الذي كان يوم الأحد والأربعاء ثم حول إلى السبت والأربعاء. هذا المدرس تقرأ فيه جملة من الأحاديث من أحاديث صحيح البخاري، ثم يتكلم المتصدر في المجلس عن هذه الأحاديث وما يستفاد من فقهها وما يستفاد من معانيها، وإن كان ذو اطلاع عن الأسانيد يتكلم عن أسانيدها وعن قبولها وماذا قيل فيها وما هي الأحاديث المشابهة لهذه الأحاديث في كتب السنة الأخرى. أما اهتمام السادة بني علوي في مدينة تريم وفي سيئون وفي غيرها من المناطق بقراءة صحيح البخاري في شهر رجب، شهر رجب هو من الأشهر الحرم، ويهتم الساداتنا بني علوي بإظهار وتمييز كل شهر بشيء معين حتى يميز الناس أنه قد دخل شهر حرام، فيعظمه الناس ويحترمه ويشغل أنفسهم بما ينفعهم. تقام قراءة صحيح البخاري في شهر رجب حتى ينشغل الناس بالقرب من رسولنا الكريم بمعرفة سنته الصحيحة، ثم تعقد المجالس في نهاية الشهر بختم هذه الكتب. وإن كانت القراءة قراءة سردية، إلا أن ذو الألباب وأصحاب العقول يستمعون بدقة ويستمعون بحضور القلب ويستيقنون أن هذه الأحاديث هي من صحيح البخاري، ولكن ليس معنى هذا أن كتب السنة الأخرى لا تقرأ. فنحن في معهد دار الحديث نقري
صحيح البخاري ونقري صحيح مسلم ونقري سنن أبي داود ونقري جامع الترمذي، وأنا أدرس في جامعة الأحقاف سنن الإمام النسائي، وحضرت دروسا في الإمارات وتحديدا في أبوظبي في بيت أحد السادة آل عيدروس، يقرأ هناك مسند الإمام أحمد، وهكذا تقرأ كتب السنة. والحقيقة أن بعض الناس قد لا يفهمون أو يعني يكون فهمهم عن السنة ضيقا، فيظنون أن السنة النبوية محصورة في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، والأمر ليس كذلك، بل السنة النبوية جمعت في قواميس كبيرة جدا. أنا فصلت هذه المسألة في كتابي مصطلح الحديث الذي هو مقرر في الجامعة ومقرر في معهد دار الحديث بتريم وفي غيرها من دور العلم، والحمد لله هذا الكتاب طبع كثيرا وطبع باللغة الأندونيسية، وهو من مقررات كثير من المعاهد بفضل الله تبارك وتعالى. في هذا الكتاب وهو مستقى من كتب الحديث، ليس بدعا من القول كلامي، وإنما في هذا الكتاب مفصل بسلوب سهل وميسر أن السنة النبوية جمعت ب11 طريقة، جمعت على شكل صحاح، وجمعت على شكل سنن، وجمعت على شكل أجزاء، وجمعت على شكل جوامع، وجمعت على شكل مستخرجات ومستدركات ومصنفات ومشيخات ومسانيد ومعاجم. هذه كلها كتب السنة النبوية، فالذي يضيق صدره ويقول إن جئتني بحديث من خارج الصحيحين لا أقبله، هذا ما عرف العلم ولا عرف السنة، فالسنة واسعة. فنحن في مدينة تريم ومدينة سيئون وغيرها من المدن التي يقرأ فيها صحيح البخاري لا نعني على الإطلاق حصر السنة النبوية في صحيح البخاري، ولكن نقول إن أهل السنة والجماعة من المشارقة دون المغاربة يقدمون في السنة النبوية صحيح الإمام البخاري، وهو الذي أسماه المسند الصحيح الجامع المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه. فهذه التسمية جعلت هذا الكتاب مقبولا عندنا نحن أهل السنة والجماعة، وعندما نقول أهل السنة والجماعة نقصد بهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لا كما يتوقعه اليوم الناس أن أهل السنة والجماعة هم جماعة متقوقعون على أنفسهم ولا يرون الخير إلا فيهم. فنحن نعتقد الخير في أهل لا إله إلا الله، لكن لنعلم يقينا أن السنة النبوية عند غير أهل السنة والجماعة لها مصادر أخرى. فالسنة النبوية عند إخواننا في صنعاء المذهب الزيدي عندهم مسند الإمام زيد بن علي هو المقدم قبل صحيح البخاري، إخواننا في عمان الإباضية عندهم مسند الربيع بن حبيب مقدم في السنة النبوية، ربما إخواننا الشيعة في العراق وفي غيرها عندهم كتب سنة أخرى مثل الكافر الكليني والوسائل للعاملي. لا بد أن يكون المسلم السني وغير السني واسعا، فلا نحصر الإسلام في ذواتنا ولا في مذهبنا ولا في أنفسنا، فالمسلم أينما وجد خير للأمة، ولا بد أن يسع أهل لا إله إلا الله إخوانهم من قالها، ومن أساء فلنفسه، ومن أحسن فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. نحن نقرأ كتب الحديث عدة من كتب الحديث، ونحن نتعلم عدة من المصنفين والمحدثين، لكن لو سمحتم أن تبينوا لنا هل هناك محدثون من سادة علي بعلوي ومن هم؟ إذا أردنا أن نتكلم عن السادة بني علوي فهم أقمار الأرض وهم سادات الأرض، هذا نحن نقولها لأننا نعتز بآبائنا وبأشياخنا، ومن حق أي مسلم أن يفتخر ببلده وبشيوخه وبأهله، لا نعني بهذا انتقاص الآخرين على الإطلاق. نحن ولدنا في حضرموت وكبرنا في حضرموت
وشيوخنا من حضرموت، وأخذنا عن أهل حضرموت أخذا تاما كاملا، ونفتخر بمدرستنا الشافعية الأشعرية، ونقول أن هذا ما نراه الحق حسب ما وصله علمنا وفهمنا، ولكننا نحترم الآخرون. السادة بنو علوي كتبوا كتبا قليلة في الزمن الأول، لأنهم كانوا يهتمون بالعمل بالعلم، حتى قالوا نقلوا وقالوا عنهم أنهم أرادوا أن يجمعوا كتابا في السلوك وتهذيب النفس، فوصلهم كتاب إحياء علوم الدين، قالوا قد كفانا الإمام الغزالي مؤونة التأليف وكلفة التأليف، فعكفوا على هذا الكتاب فقرأوه ودرسوه واستفادوا منه. لكنهم أيضا ليسوا كالعميان يأخذون كل ما كتب، فوجدوا في الإحياء بعض الأشياء قال عنها أسلافنا العلويون: يوجد في الإحياء أشياء وددنا أن تمسح أو تمحى ولو بماء العيون، ولو صارت أعيننا عمياء لخطورة هذه الأشياء، ولكن اليوم الناس لا يقرؤون ولا يتعمقون في القراءة، وإنما يقرؤون قراءة سطحية. السادة بنو علوي تاريخهم ومجدهم هو في وشرفهم ليس في انتسابهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحسب، فالانتساب شرف عطية من الله، لكن هناك شرف آخر وهو الشرف الكسبي، هذا شرف وهبي، وهبني الله النسب، أعطاني الله النسب، كما أعطى غيري المال، كما أعطى غيري الجمال، كما أعطى غيري الحكم. لكن ما هو الشرف الكسبي الذي أنا اكتسبته بجهدي وبصبري وبتوجيه مشايخي وآبائي وأهلي؟ هذا الشرف الكسبي هو شرف العلم. لهذا وجد من السادة العلويون من يهتم بالعلوم، كتب كثير من العلماء من السادة بن علوي في الفقه الشافعي، ولهم فتاوى أشهرها فتاوى بغية المسترشدين الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور المتوفى عام 1320. طبعا إذا أردنا أن نتسلسل في التاريخ من قبله، كتب الإمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران بن الإمام عبد الرحمن السقاف كتبا رائعة وجميلة، وكتب الإمام العيدروس أيضا كتب وهو أخوه الأكبر، وليس هذا مكان حصر الكتب مطلقا، ولكن نقول أن من كتب في علم الحديث بتخصص وعرف بالمحدث هو المحدث محمد بن علي الخرد، مؤلف كتاب الغرر، هذا كتاب مشهور جدا، وهو من أشهر المحدثين، ويذكرون المحدث من المحدثين الأول من أسرة أو من ينتمي إلى الإمام جديد ابن عبيد الله ابن الإمام المهاجر، كان أيضا مشتغلون بعلم الحديث. أما في المتأخرين نجد الذين كتبوا في علم الحديث وعرفوا بالمشاركة في علم الحديث وفي قبول بعض الروايات ورد الروايات الأخرى، من أشهرهم السيد محمد بن عقيل بن يحيى، وهو يعني له كتابات وله مؤلفات مشهورة ومطبوعة، وربما أيضا شيخه الحبيب أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب له مشاركة وباع كثير في هذا الباب. ثم جاء مفتي جهور الحبيب علوي بن طاهر الحداد له مشاركات حديثية في كتابه القول الفصل، في مناقشة حديثية في هذا الحديث، كيف رواياته، كيف يصح، ومن أخرجه، وأهل الحديث يتعاقبون. وأيضا بعدهم جاء السيد عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف، وجاء بعده صالح بن علي الحامد، وهكذا. اليوم الحمد لله يتربع على كرسي ومنصة العلم من السادة بن علوي جملة من الشباب الذين يدرسون علوم الحديث في الجامعات، ونحن في وسائل التواصل نتواصل مع بعض الأخوان، فالحمد لله أنا أدرس علم الحديث في جامعة سيئون، وقد أشرفنا على جملة من رسائل الماجستير وناقشنا، وكذلك
أخي وصديقي السيد الأستاذ المشارك في علم الحديث السيد زين بن محمد العيدروس، هو في جامعة حضرموت في المكلا، وأخي السيد الدكتور عبد الله الفقيه في جامعة الشافعي، وكثير من تلاميذنا الآن أخذوا الدكتوراه في علم الحديث ولهم أبحاث ولهم رسائل، منهم السيد محسن بن فريد البيتي، وهو أيضا في المكلا يتولى العقود ويتولى الصلح بين الناس ويتولى تدريس علم الحديث في بعض الجامعات، وإن شاء الله ويعني لا أقول هذا حصرا، عندنا عدد من طلاب الحديث، منهم إمام مسجد بعلوي الآن سيد عمر بن العم حامد بن محمد حامد بعلوي، هذا أكمل الماجستير في علم الحديث، وموجود من السادة آل السري ومن غيرهم كثير من السادة، يعني يصعب علي حصر المشتغلين بعلم الحديث المعاصرين، هؤلاء ممن أنا عرفت في عندنا في حضرموت، ولا شك أن المشتغلين بعلم الحديث في أندونيسيا، وهي يوجد فيها من السادة بنو علوي أضعاف السادة في حضرموت، فنحن في حضرموت عدد السادة قليل جدا مقارنة بالسادة بنو علوي في أندونيسيا أو في أفريقيا أو في غيرها من الدول. فعلم الحديث هو جزء من علوم الشريعة، وإهمال هذا العلم ليس جميلا ولن يكون إهمالا له، لكن من المؤسف جدا أن نجد اليوم المشهورين بعلم الحديث من التيارات أو الأفكار المعارضة أو المناوية لمدرستنا، وهذا من ربما من قصورنا أو بسبب تخلفنا. وربما اليوم أشهر عالم في علم الحديث من السادة بنو علوي هو مفخرة السادة بنو علوي على الإطلاق، هو المحدث السيد حسن بن علي السقاف الذي يقطن ويسكن في الأردن، وله المؤلفات الكثيرة في علم الحديث، وله الرسائل العلمية التي يبين فيها ضعف الحديث وصحة الحديث وشذوذ الحديث أو قبول الحديث، وتزيد كتبه اليوم عن 100 كتاب، وهو يعني ربما كان من المشاهير العلماء، ويسر الله سبحانه وتعالى له نشر علمه، وشرف كثير من شباب حضرموت بالتتلمذ على يديه في الأردن، وكتبه مترجمة إلى أكثر من 10 لغات في العالم. فحقيقة هذا هو الذي يفخر به بنو علوي، لا يفخرون بأنسابهم بل يفتخرون بخدمتهم لشريعة جدهم النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن من شكر عليكم يا سيدي، نحن نطلب منكم أن توضحوا لنا كيف أهمية علم الحديث في زماننا الآن عند سادة آل بعلوي. علم الحديث هو جزء من علوم الشريعة، لكن اليوم يدخل علم الحديث في تحديات. لا يوجد من المسلمين في العالم من يطعن في آية قرآنية أبدا، لكن يوجد من المسلمين اليوم من يطعن في فهم الآية وفي توجيه الآية القرآنية. يعني مثلا آية قرآنية مثل قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذا الخمس لمن يدفع؟ هل هو يدفع لأهل البيت؟ هل هو دفع لرسول الله ثم انتهى؟ كيف توجيه هذه الآية؟ كيف طبقها رسول الله؟ كيف طبقها أبو بكر الصديق؟ كيف طبقها عمر بن الخطاب؟ كيف طبقها عثمان بن عفان؟ كيف طبقها علي بن أبي طالب؟ هذا مجال واسع، وهذا ما يعرف عند علماء الشريعة بتفسير آيات الأحكام. لكن بالنسبة للسنة النبوية الأمر فيها مختلف، فإذا اختلف المسلمون فيما بينهم ربما جاء أحدهم بالحديث ليكون له حجة وبرهانا، فيكون المعارض له ينفي وجود هذا الحديث وينفي صحة هذا الحديث وينفي ثبوت هذا الحديث. عندئذ تحتم علينا الثبات والتأكد والتريث من أن هذا الحديث
أين وجد؟ أين مصدره؟ ما مدى قبول العلماء الماضين لهذا الحديث؟ نحن اليوم للأسف الشديد إذا وجد الدرس العلمي فتجد الناس يستمعون 10 دقائق ثم يملون، لكن أن وجد المجلس الدعوي الذي يضحك الناس فيه ويؤتى بالقصص الصحيحة وغير الصحيحة لو استمر ساعة لجلس الناس، هذا أمر لا يبشر بخير. علينا أن نزرع في قلوب أولادنا وبناتنا الصبر على العلم ومحبة العلم. لن تبلغ المجد حتى تلحق الصبرة. من لم يصبر على العلم، من لم يصبر على التلقي، لن يصبح عالما متميزا أبدا. فعلم الحديث بهذا المعنى بحاجة ماسة إلى خدمة، لأننا اليوم نجد مواقع التواصل الاجتماعي، إن بحثت عن أي حديث عبر أي محركات بحثية ستجد الجواب يأتي من كل المواقع من اتجاه واحد، وهو اتجاه معارض لمدرستنا ومعارض لمنهج أهل السنة والجماعة. لا توجد مراكز أو مواقع علمية حصينة كبيرة كثيرة على منهج أهل السنة والجماعة، لا أعني أنها منعدمة ولكن أعني أنها قليلة. المشتغلون بعلم الحديث من أهل السنة والجماعة في مصر موجودين، وكذلك الشاميون، وكذلك الحجازيون، وكذلك اليمانيون، وكذلك المغاربة، ولكن جهودهم مبعثرة، لا يوجد من يوحد هذه الجهود. وأيضا ربما من أسباب عدم توافق أهل السنة الحقة مع بعضهم البعض اختلاف المشارب السلوكية، فهؤلاء ربما قادريون وهؤلاء شاذليون وهؤلاء هكذا وهؤلاء هكذا. نحن نتمنى أن يكون أهل السلوك وأهل التصوف بينهم تواصل علمي. أما الطريقة الصوفية والأذكار التي تلقوها عن ساداتهم وشيوخهم، نحن لا نمنع أحد ولا نتعالى على أحد، بل أنا أرى أن المدرسة السادة بني علوي لا تنصب مثل مدارس التصوف الأخرى. نحن مدرسة تربوية علمية بحتة، نهتم بالأذكار، نهتم بالعبادة، نهتم بالتزكية، لكن لا نصف أنفسنا ونضع أنفسنا ضمن قوائم المدارس الصوفية، لأنه ليس لنا أذكارا نلزم بها المريد، وليس لنا شيخ بعد عن شيخ، يعني الفقيه المقدم هو شيخنا وأبو هذه الطريقة ومن بعده أولاده، لا تنحصر في شيخ واحد يلقن الطريقة لمن بعده حتى تنحصر في أستاذ أو في شيخ واحد. فالسادة بنو علوي منهجهم كما ذكروا 5 أشياء: العلم والعمل والورع والزهد والإخلاص. هذه القوائم الـ5 يتفق المسلمون عليها جميعا. فإذا أردنا أن نقول السنة النبوية كيف تعامل السادة بني علوي معها، السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، والسادة بنو علوي يعتمدون السنة النبوية الصحيحة، غير أنهم ليس لهم كتاب في هذا المنوال، وإنما هم مقلدون. ماذا قال النووي؟ ماذا قال ابن حجر؟ ماذا قال الرملي؟ ماذا قال زكريا الأنصاري؟ ماذا قال المفتي فلان؟ وهل هذا الحديث مقبول عند أشياخنا أم مردود عند أشياخنا؟ ما علينا إلا التسليم والقبول. وهذا أمر مضى عليه الأوائل، ولكن في زمننا هذا نحتاج التجديد، فالتجديد أمر محمود وطيب، وليس في هذا تمرد أو استعلاء على الماضين. فنحن لا نعلو على شيوخنا ولا على ساداتنا العلماء، وإنما نستنطق ما كتبوا ونستنطق ما فهموا ونؤيده بما حصل اليوم من حداثة علمية. والحمد لله موجود من ينطق بالعلم ومن يتكلم بالعلم، وشيوخ الدعوة الله سبحانه وتعالى في عالمنا الإسلامي. عندكم في أندونيسيا الحبيب قريش بن شهاب يكتب هذا التفسير الرائع الكبير، أظن أنه بالنسبة لي جنوب شرق آسيا يعني
من أشهر كتب التفسير، وموجود مثله من يعمل أو من يشتغل بعلم الحديث، ومن يشتغل بعلم الفقه، ومن يشتغل بعلم الأصول، ومن يشتغل بعلم الفرائض، ومن يشتغل بعلم النحو، ومن يشتغل بغيره من فروع الشريعة. نامل من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمات ومضات لتتحرك قلوب وعقول المستمعين والمستمعات من المسلمين قاطبة، ومن أصحاب المذهب الشافعي والحنفي والمالكي والحنفي، حتى نجتهد في تصحيح وتضعيف الأحاديث التي نحتاج إليها. وأنا ساهمت في هذا بكتابة كتاب أسميته تصحيح الأفهام فيما ينسب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، جمعت فيه أكثر من 60 حديث. اليوم هو مشهور على ألسنة العوام والخطباء، ليس العوام فحسب بل حتى العلماء والوعاظ، وهي أحاديث موضوعة. على سبيل المثال: خمس يفطرن الصائم، هذا حديث موضوع. علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، هذا حديث موضوع. خذوا شطر دينكم عند الحميراء، هذا حديث موضوع. ولد الزنا لا يدخل الجنة، هذا حديث موضوع. فنسمعها في دروسنا وفي على ألسنة بعض مشايخنا. علينا أن نتحرى الصحة والدقة، فلا نلفظ بحديث ننسبه إلى رسول الله إلا بعد معرفة المصدر. عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، هذا أهل أندونيسيا يستفتحون به كثيرا من مجالسهم. ذكره جدنا الإمام الشيخ علي في كتابه، وقال قال سفيان بن عيينة، هذا من قول سفيان بن عيينة وليس من قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه إشارة واضحة بأن أسلافنا الصالحين كانوا على علم ودراية بالحديث، ونحن المتأخرين تخلفنا عن منهج العلم الذي صار عليه آباؤنا. وربما اليوم الناس ينتقصون ويسبون جدودنا وأسلافنا بسبب الجهل الذي يرونه فينا، وهذا يكون من العقوق منا إن نحن تخلفنا حتى كنا سببا للوقيعة في أسلافنا الصالحين. فهذه فرصة لاستنهاض الهمم للأخذ بالعلوم حتى يتصحح المسار إن شاء الله. لو سمحتم يا سيدي، هل هناك مصادر السنة من الأبحاث والكتب والرسائل ينبغي لنا أن نبحث فيها ونقرأ الموافقة في زماننا العصري؟ الأبحاث العصرية، رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث المحكمة التي يكتبها الأساتذة الجامعيون والمعتكفون على المراكز البحثية في العالم الإسلامي، ليست بالآحاد وليست بالعشرات وليست بالمئات، بل تزيد على الآلاف. اليوم يعني إذا سألت عن جامعة من جامعات مصر، كم طالبا أخذ الدكتوراه منها؟ كل طالب كتب أبحاثا وكتب رسالة دكتوراه. ناهيك عن غيرها من الدول، كم طالبا تخرج من المملكة العربية السعودية؟ كم طالبا تخرج من سوريا؟ كم طالبا تخرج من الأردن؟ كم طالبا تخرج من لبنان؟ كم طالبا تخرج من اليمن؟ كم طالبا تخرج عندكم من جامعة هداية الله الشريف، هداية الله، وغيرها من الجامعات؟ كثيرون جدا. لكن هذه ليست كل رسالة يعني تستحق الطبع أو تستحق النشر، طبعا في نظر المتخصصين، أما في نظر الباحث وفي نظر أستاذه ما كتبها إلا لأنه يرى أهميتها. ولكن ليست كلها يعني يستطيع المكاتب والمطابع أن تطبعها، ويستطيع الإنسان أن يقرأها. ولهذا قالوا: لا تكتب إلا أجود ما تسمع، ولا تحفظ إلا أجود ما كتبت، ولا تتكلم إلا بأجود ما حفظت. انظر إلى النخل، يعني كيف تصير إليك نخالة متميزة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار من خيار. فهذه الرسائل العلمية كثيرة جدا، لكن في كل بلد وفي كل مجتمع
ماذا يحتاجون إليه؟ ماذا نحن نحتاج إليه؟ نحن نحتاج كتابا في أدلة الفقه الشافعي، نبحث عن هذا. نحن نحتاج كتابا في الآداب النبوية، نبحث عن هذا. نحن نحتاج كتابا في تربية الأولاد أو تربية البنات. نحن نحتاج كتاب في الأمور المالية، كيف التعامل مع الأموال، ما هي المعاملات الصحيحة، ما هي المعاملات المخالفة للشريعة، ما هي المعاملات المحرمة، ما هي المعاملات المشتبه فيها، على ماذا استندوا من الأحاديث، وهل هذه أحاديث تصح أم لا تصح وجود. أيضا نلفت الانتباه إلى ما تخرج به المجامع الفقهية. المجامع الفقهية اليوم هذه أيضا ربما تكون عند بعض الناس مستبعدة أو مستقصة، فنحن لا نقلد إلا الأموات. ماذا قال النووي أو الشافعي أو أبو حنيفة أو أحمد بن حنبل وانتهى الأمر عند قول هؤلاء؟ المجامع الفقهية هي أعلى مؤسسات في زمننا المعاصر، ينبغي أن نستفيد مما وصلت إليه وخرجت به من قواعد. فهذه الرسائل ماذا نحتاج إليها؟ لكن لو سألت السؤال، أو يعني لو كان السؤال يعني مفيدا للمستمع، ما هي الكتب التي ينبغي أن يقرأها أو يدرسها أولادنا اليوم وبناتنا اليوم؟ لا يستغني عنها كل بيت. أنا أرى أن كل بيت ينبغي أن يكون فيه كتاب الأذكار للإمام النووي، هذا كتاب رائع، أذكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا يقول من الصباح، ماذا يقول عند الاستيقاظ من النوم، ماذا يقول في الظهر، ماذا يقول في العصر، ماذا يقول عند كل ما يفعله المسلم. لهذا كان أسلافنا الأوائل يقولون بع الدار واشتري الأذكار، كان قيمة البيت تشتري كتابا واحدا وهو الأذكار، يعني كأنهم يبالغون في قيمة هذا الكتاب وأنه أهم. لو كنت تستأجر بيتا وعندك الأذكار فأنت ذو حياة حميدة، وأن كنت تسكن في بيت وليس عندك الأذكار فكأنك لا حقيقة لك ولا قيمة لك. فهذا كتاب من الكتب الرائعة الجميلة. واليوم كتب ساداتنا بنو علوي وغيرهم من أهل العلم كتبا كثيرة، لعل من أهمها الكتب التي لا يستغني عنها بيت المسلم كتاب بلوغ المرام، لما فيه من أدلة الأحكام، ما هي أدلة الوضوء، أدلة الصلاة، أدلة البيع، أدلة الحيض، أدلة الرهن، أدلة المعاملات. هكذا يكون المسلم على اتباع واضح لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالمناسبة موجود في عالمنا اليوم من يتحدث أن الحديث لا يقبل إلا إن كان صحيحا، هذا غير صحيح. موجود في كتاب بلوغ المرام وهو أشهر كتاب في حديث الأحكام، أحاديث يقول عنها ابن حجر: والحديث مضطرب، والحديث فيه علة، والحديث الراجح وقفه وليس رفعه، ولكن العمل عليه متى يعمل بهذا الحديث؟ إذا لم نجد في الباب غير هذا الحديث فإننا نحتاج أن نعمل بالحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الاتباع الكامل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نحن اتبعنا رسول الله نجونا واتحد المسلمون، وإذا أنا وأنت أعجبنا بما قاله أشياخنا، أنت لك شيخ وهذا له شيخ وهذا له شيخ، إذا نعيش في فرقة لا تحمد عقباها. لابد أن يجتمع الناس على هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو سمحتم يا سيدي، نحن نطلب منكم نصائح عامة مهمة لزماننا الآن، ونستفيد منكم بمواعظ تلك، ونطلب منكم أيضا دعاء الخواتم. أولا من الأشياء المهمة والنصائح التي ينبغي أن تصل لكل مسلم، أولا مراقبة الله. لا ينبغي لأي مسلم أن يغيب عنه مراقبة الله. مراقبة الله سبحانه وتعالى ليست للكبير وليست للصغير وليست للذكر وليست للأنثى، فأي شخص يراقب الله عز وجل هذا لا تخاف منه، لأنه في كل فعل وفي كل قول وفي كل حركة وفي كل سكون
ينظر هل في هذا الفعل رضا الله فيفعل، هل في هذا غضب الله فيترك. لكن هذه المحاسبة والمراقبة اليوم ضعيفة، ضعيفة جدا، لهذا وجب تفعيلها في المجتمع من قبل الآباء ومن قبل الأمهات ومن قبل الأساتذة ومن قبل المربين ومن قبل الأعمام ومن قبل الأخوال ومن قبل الجيران ومن قبل كل مسلم يعي معنى المراقبة لله. إن رأى الخطأ يجب عليه أن يتكلم. إذا رأيت الولد يتكلم بكلمة سوء لا تسكت، يا ولدي ما هذه الكلمة، لا ينبغي أن تصدر من مسلم. إن رأيت سلوكا منحرفا من بنت أو ولد، يا بنتي أنت مسلمة، لماذا تصنعين هكذا، لماذا تقولين هكذا. فينمو في المجتمع مراقبة الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا الاهتمام بالصحبة. الصحبة هذه مسألة خطيرة جدا، من أجل هذا قال الرسول المرء على دين خليله. انظر لابنك وبنتك وأخيك وأختك، بل حتى زوجته، إذا أردت أن تخطب مرأة اسأل من صاحبتها. أو هذه صاحبتها معروفة بعشقة للمجون، لا أحتاج إلى هذه المرأة. إذن هذه ربما زوجتي قد تأثرت بكثير من أفكار صاحبتها ومالت إليها، فأنا بحاجة إلى تقويم هذا الاعوجاج. أما هذا صاحبي ما شاء الله لا يصلي إلا في مسجد، لكن أمانة وصراحة لا يعني دخول المسجد اليوم معنى الاستقامة للأسف، وهذه كلمة وإن كانت حق لكنها مؤلمة لبعض الناس، وليس هذا اتهاما مني للطعن في أهل المساجد أو عدم الاغترار بمن يربي لحية أو يكثر دخول إلى المسجد أو التردد على المسجد، لأن كثيرا من المصلين اليوم قد لا يحسن المعاملة الإسلامية فيضعف عند أكله للحرام، عند فعله للمعصية، وإن كان يصلي الفجر في المسجد وإن كان يحافظ على مجالس العلم. ونحن نقول أن من ترسم بالرسم الإسلامي واللباس الإسلامي والمظهر الديني عليه أن يتقي الله في نفسه ويكون مثالا صالحا يقتدى به، فليس حميدا وليس مقبولا من رجل يصلي الصلوات الخمس وهو يتعامل رسميا مع الربا في البنك، وبنته تمشي عارية أو يعني غير ملتزمة بالأدب الشرعي، وابنه يعني منحرف عن الإسلام. أين أدب الشرع؟ أين أثر الصلاة في حياتك وفي بيتك وفي أسرتك؟ لكن نرجع ونقول أن التوفيق من الله سبحانه وتعالى عزيز، ولكن على المسلم أن يجاهد نفسه في إصلاح نفسه، في إصلاح زوجته، في إصلاح ولده، في إصلاح بنته، في إصلاح جيرانه، في إصلاح مجتمعه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ونؤكد على مسألة الكسب، لا بد لكل مسلم أن يكون عنده مصدر من مصادر الدخل لكي يعيش عزيزا. أما من يعني يتلفت يمنى ويسرى إلى الأموال من هنا وهناك فهذا يعيش حياة غير مستقرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عمل برعي الأغنام ثم عمل بالتجارة، وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث أمته على العمل. بل نجد النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره يمتلك 20 ناقة يوميا تحلب له ولزوجاته، حتى أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها تفاخر بقية الزوجات بأن ناقتها أكثر لبنا وأفضل يعني ذوقا ومذاقا من ناقات غيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام تحلب له النوق ويدخل اللبن قربتين يوميا إلى بيته، معنى هذا الاكتفاء الذاتي، العمل الحر والعمل فيه البركة حتى يكون الإنسان عزيزا ويغني زوجته ويغني ولده. والكسب أمر شرعه الله سبحانه وتعالى، بل حببه إلينا، وقد عمل ببعض المهن مجموعة من الأنبياء، فكان نبي الله نوح نجار،
غيره من الأنبياء عندهم المهن، فلنفتخر بمهننا وبأعمالنا وبتجاراتنا وبطلب البركة في أرزاقنا من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذا اللقاء أن يشرح صدورنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يبارك لنا في أزواجنا وأولادنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا وأحبابنا، وأن يحفظ الله سبحانه وتعالى أندونيسيا ويديم عليها الأمن والأمان، وأن يوحد صفوف المهتمين بتربية المسلمين ورعاية شؤونهم حتى يخرج المسلمون بما فيه النفع لأوطانهم ولبلدهم ولسياسة بلدهم، حتى ينهض الإسلاميون في كل بلد ويكونون قدوة حسنة، ويكونوا من المسلمين من يمثل الجانب السياسي حتى تعلو لا إله إلا الله وتعلو كلمة التوحيد وتعلو الأخوة والمحبة في الله بين أهل لا إله إلا الله وبين البشرية جمعا، والحمد لله رب العالمين.